توفي 9 طالب لجوء بينهم سوريون وأصيب آخرون يوم أمس الجمعة من جراء سقوط حافلة كانت تقلهم في قناة للري بولاية شانلي أورفا جنوبي تركيا. وقالت وكالة الأناضول إن السلطات التركية أوقفت شخصاً يشتبه بضلوعه في تهريب المهاجرين، في حين أكدت مصادر إعلامية أن طالبي لجوء 9 فارقوا الحياة أثناء مطاردة الجندرمة التركية لسيارتهم في ولاية شانلي أورفا، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى داخل تركيا. اغتال مسلحون مجهولون يوم أمس الجمعة ضابطا من قوات النظام ومرافقه في ريف درعا الغربي إثر استهدافهما بالرصاص المباشر عند دوار بلدة الشيخ سعد غربي درعا. وقال تجمع أحرار حوران إن الضباط أو الضابط هو برتبة عقيد ويتسلم كتيبة الدبابات التابعة لواء 112 الواقع في محيط مدينة نوى. كما أشار إلى أن دورية مشتركة لقوات النظام نقلت الجثث من مكان الحادثة واعتقلت عددا من المدنيين بالقرب من موقع الاستهداف. أعلنت منظمات أممية أن 90% من اللاجئين السوريين في لبنان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، دعوا فيه إلى مواصلة تقديم الدعم والحماية إلى الأسر الأكثر ضعفا واحتياجا في لبنان. وقال البيان إن النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2022 تظهر تدهورا حادا ومستمرا في ظروف معيشتهم، فالاحتياجات الأساسية أصبحت بعيدة المنال بالنسبة إلى معظم هؤلاء. أعلن مشفى التوليد الجامعي في العاصمة دمشق عن وقف العمليات الباردة بجميع أشكالها حتى إشعار آخر بسبب أزمة الوقود. وأشار المشفى إلى أن عمليات الولادات الطبيعية والقيصرية لم تتوقف. هذا وأثار القرار ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت إحدى السيدات قدامنا حلين، كل واحدة منهم بدها تولد تجيب مازوتها معها أو تولد عند أم زكي، في إشارة إلى الداي أم زكي بمسلسل باب الحارة. كشف رئيس لجنة تصدير الخضروات في اتحاد غرف الزراعة التابعة للنظام رضوان ظاهر أن زيادة كثافة المحروقات ساهمت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 25%. وقال ظاهر في حديث لصحيفة تشرين الموالية لنظام الأسد إنه بالإضافة إلى ارتفاع كلفة النقل بين المحافظات بسبب المحروقات، هناك أيضا كلفة عالية لنقل الخضروات والفواكه من سوق الهال إلى مراكز البيع، ما يؤدي إلى زيادة المواد والسلع، والمستهلك سوف يتحمل جزء من هذا الارتفاع. ارتفعت أسعار الألبسة الشتوية ما بين 75% إلى 100% مقارنة بالعام الفائت في مناطق النظام. هذا وبلغ سعر الجاكيت الشتوي في أسواق العاصمة دمشق 125,000 ليرة سورية من النوعية المتوسطة، في حين بلغ دخل الموظف 100,000 ليرة سورية. وأرجع أصحاب محال الألبسة الأمر لارتفاع التكاليف وأزمة المحروقات وانهيار الليرة السورية أمام الدولار والضرائب الكبيرة التي تفرض من جهة مالية، ما تسبب بحركة ركود كبيرة لتجارة الألبسة في الأسواق.